FM. الكلمة ليك. ليديتو الأمل الأمل لونه علي كنت في مغنية أم كلثوم هذه مغنية الخالدة أكثر من أي وقت مضى وأكبر من كل شخصية وطنية وأهم من كل خطاب منهجي وثرثرة برلمانية وتعليق من جهابذة التنبير والتريش. هناك قيمة واحدة ذهبية في عقول التونسيات والتونسيين هي الأمل. صباح اليوم قررنا بقرار أحادي وشخصي حر متخلص من كل الولاءات القبلية والحزبية أن نتوج الأمل قطبا جوهريا ونبراسا مركزيا لانتظارات الشعب الكريم. الأمل ولا شيء غير الأمل. من يملك سر الأمل؟ من يمثل الأمل؟ من يتزعم حزب الأمل الذي سيخفف عبء الأيام وينير جنبات الليل في منع الجولان وضربات العصابات؟ من سيرفع المعنويات ويعيد الثقة؟ لا زعيم فاشل فلان ولا المتآمر السفيه فلتان ولا المتلاعب الوقح بطل البلاتوات ضيدان بن صهود آل الزهيان ولا مراسل القناة بهتان بن تعبان ولا صاحب فليجات الفلوس الرهدان. لا المرجع ذوق 18 والوحيد الصادق الأمين للحياة وللسوق وللناس القلال أسياد البلاد اللي جردوهم من سيادتهم ولعبوا بيهم هما وأهل الحق ومال المول هما المؤمنين الصادقين بالأمل. لا يقدر عليهم لا كذاب لا منافق لا جادور من جوادير رياضة التنوميس وتبزنيس. أولئك الذين لا يمدون أيديهم البيضاء لمد يدك نحنيلك. أولئك الذين سكتوا ونطقوا من جنابهم وصاحوا ما تحشموش جبناكم لله واللي تعلى. فرحنا قلنا ارتحنا من البندية اللي يسرقوا في خيرات العباد وعينينا تخزر يدوروا بكره بالانجليز والألمان بعد ما كانوا على موبيلات تعيسة ولبسوا حواج الطليان وتكيفوا سيجار كوبا ولاوا في الشتاء في ثلوج سويسرا مش على ياسين إبراهيم والصيف في شطوط فلوريدا ونساوا سبحان ربي أيامات الشلاكة شلاكة البلاستيك وباكو الكريستال بالطلوق. تتفكروا ما اشترهم في الحبسة وكاليوم قاعدين يبيعوا ويشريوا باش يخلصوا ويخرجوا والمحامين متحامين فيهم ويقعدوا فيهم جنة كندا. لا سيدي من سيدي فقنا بالملعوب ونعنا بليس وكل وسواس خناس ودرنا في حوالاتنا نلقاو الواد هازنا باش نرجعوا الوقت سيدي تاتا بعد ما كتبنا دستور وانتخبنا برلمان وزكينا الحكومة الجديدة وبدينا ندزوا في النح. ياخي صاحوا الأولاد والبنات وفدوا من ركشة وخرجوا للشوارع وطلعوا للجبال والدنيا باردة سكة. مئات الآلاف فدوا من مسلسل الانتظار وحلقاته الماستة وحلوا البرامج الانتخابية بالألوان الطبيعية ووعودها الخلابة المرزية وكل مهرجانات الخطابية وفاقوا بأن الخاسر الأكبر في المسرحية هو الأمل. الأمل الأمل اللي حرك السواكن وفيق النفوس ونشر الفرح والحبور. الأمل وما أدراك ما الأمل اللي يسعد الأيام حسدونا فيه ما يتهنيوا هالمناظر إلا إذا ضيعنا الأمل. راهو الأمل البراق الطير المنيار تعرفوه راهو الفل والياسمين والربيع الغالي متاع كل شبر من تراب تونس راهو النور في كل دار وعيد أولادنا ونسانا وكبارنا. الأمل عسل شهد خلق ربي خبز فريك لوز قصعة حلال خير وخمير ولمة العائلة اللي نحيها. الأمل اليوم رجع للقلوب من غير ما يشاور ينعم من غير ما يشاور من غير استئذان من غير شرط. افتح الأبواب شرح العيون مسح الأحزان والأدران وقال أنا البرنامج الوحيد أنا حزب الأحزاب أنا الوعد والوعيد يويل اللي جاي تشيطن ويتخوبط في التراكن راني والله نعطيه عاطية لا تبقي ولا تذر ومن أنذر فقد أعذر. فقنا بكم ما يبقى كان نور الأمل القاهر الظلمات هازم العابثين والله نسمة خفيفة وبنينة ونشوة حلوة تزهي بها الأيام التونسية ويويل اللي ناوي يحرمنا منها لما يخرج بيده فارغة والأخرى لا شيء فيها. ونهاركم أمل ومن الخير والصفاء وتبقى على خير.
الكلمة ليك.